اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. احنا لسه على الهواء، يا ريت تكلموني على الارقام اللي بتظهر على الشاشه، او لو عاوزين تبعتولي وصفات او تقولولي على تعليقات ممكن تبعتوها لنا على البيج بتاعتنا شبكه وصناره فيسبوك. النهارده هعمل حاجتين، حاجه منهم لذيذه قوي، هعمل كلماري محشي خضار وهعمل رز احمر بالجمبري. هبتدي الاول بالرز علشان اسيبه على النار، لو لحق يستوي قبل ما الحلقه تخلص هقدمه، لو ما لحقش انا كده كده عامل نسخه علشان اوريه حضراتكم. اقول لكم مكونات الرز الاحمر بالجمبري: مرقه، رز مصري، جمبري، صلصه طماطم، بابريكا، ثوم. خلي الكلماري المحشي نخليه لما نجيله، ابتدي بس الاول في الرز علشان اخلص منه واسيبه على النار وبعد كده نروح للكلماري. الرز بالجمبري عندنا طريقتين نعمله، يعني سواء كان احمر او اصفر او ايا كان اللون، عندنا طريقتين نعمل بيها الرز بالجمبري. ممكن نسوي رز كله يعني زي ما بنعمله عادي خالص بصلصه طماطم وفص الثوم والكلام ده، وبعدين نحط فيه جمبري، ده اللي انا هعمله النهارده. وممكن نعمل الجمبري لوحده خالص في طاسه وبعدين نبقى نحطه على الرز، في الحالتين بيبقى كويس. بس لما بنعمله بالطريقه اللي هي بنبتدي بالجمبري بيتحط مع الرز بيبقى فيه طعم كويس من يعني فيه طعم شويه كويسين من الجمبري. لكن في الحالتين في ناس كتيره ما بتحبش الجمبري، فممكن يستغنوا عن الموضوع ده بحيث ان الرز يبقى بره بنقدمه لوحده، علشان لو ايه في حد ما بيحبش الجمبري يبقى احنا ما زعلناش حد في البيت. انا بعمله من غير يعني ساعات بعمله من غير سكر وساعات بزود عليه سكر، في ساعات الناس تحط معلقه سكر معاه عشان بيعمل زي الكراميل كده فبيديله طعم حلو ولون كويس. ممكن نعمله كده وممكن نعمله من غير سكر، يعني نعمله مره المره دي من غير سكر ومره تانية بنعمله سكر. هجهز الثوم، انا مزود بابريكا عشان تدي طعم، انا كده كده اللون هيجي من صلصه الطماطم، بس لو عاوزين تزودوا طعم شويه في الرز ممكن تحطوا عليه البابريكا، بالذات السموكت بابريكا اللي هي المدخنه، البابريكا يعني اللي هو بيل بيبر احمر مدخن، تقدروا تستعملوه وتقدروا تستغنوا عنه. كده كده الصلصه هتخلي لونه يحمر. طيب كده المفروض ناخد كل الثوم. انا بالنسبه لي الرز بالثوم يعني لوحده كفايه، لو مش عاوزين تحطوا ثوم خالص مفيش مشكله ممكن نستغنى عنه. لسه طبعا بتاخد وقت عشان اغلب الحلل اللي انا بفضل استعملها بيبقى القاع بتاعها سميك، بالذات في الرز عفوا بالذات في الرز علشان بتخلي الحراره تتوزع مظبوط فكل حاجه بتستوي كويس. معلقه خشب مش هيفرق معايا خالص، انا دايما بنقول نخلي الزيت سخن ليه؟ علشان مفيش حاجه تشرب زيت، ده مش هيفرق معايا، انا كده كده بعمل رز، لكن لو بحمر حاجه يفضل ان احنا نخلي الزيت سخن علشان مفيش حاجه من اللي بنحمرها تشرب زيت. مجرد بس ما هيبتدي، ايوه كده، مجرد ما هيبتدي ايه يعني يسز يبقلل يغلي شويه الزيت، مش عايز ادي خالص للثوم لون، بس عايز كنت قلت لحضراتكم قبل كده الثوم والبصل ليهم مرحلتين، مرحله الريحه بتطلع، اول ما الريحه تطلع نعرف ان احنا نبتدي نشتغل فيه، وبعد كده الريحه بتروح خالص، او نقدر نقول ان حاسه الشم بتتعود عليها فما بتبقاش واضحه قوي. هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم بقيه الرز والكاليماري المحشي. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، انا شلت الثوم من على النار علشان عايز اوري حضراتكم ازاي بيتعمل، انا عارف ان في ناس كتير طبعا عارفه ازاي بيتعمل وناس برده مش عارفه، فعلشان نبقى ماشيين خطوه بخطوه كل حاجه تبقى واضحه نبقى ايه ماشيين مظبوط. دلوقتي عندي كل المكونات، احط ايه امتى ما يفرقش خالص، يعني دلوقتي في حاجات معينه بنحتاج ان احنا نحط حاجه قبل حاجه، عشان في مثلا كلماري بيستوي قبل الجمبري، في سمك بيستوي قبل الجمبري كده، فبنحتاج نبقى ظابطين ترتيب الحاجات. انا كل اللي عملته ان انا حطيت الزيت سخن، الثوم بدا ياخد لون سريع، اي حاجه دلوقتي هحط الرز وبعدين احط الجمبري ما يفرقش خالص، كل حاجه هتتحط في اي وقت مش هيفرق. هاخد معلقتين،
هقلب بس تقليبه كده صغيره عشان بدا الثوم ياخد لون وانا مش عايزه ياخد لون. وبعدين احط معلقتين كويسين كده من الصلصه، يعني ما تزودوش قوي في الصلصه الحمراء لان ممكن تخلي الطعم يمرر سنه. بابريكا او الفلفل الحلو معلقه صغيره، وهقلب. عند حضراتكم الاختيار بقى، يا تظبطوا الشوربه تظبطوا ملح الشوربه وانا افضل تعملوا كده، او تحطوا الملح بعد ما تحطوا الشوربه. لو طبعا ما فيش شوربه ميه برده ممكن تحطوا الملح في الميه. هقلب بقى كده عشان ايه صلصه الطماطم والبابريكا توصل لكل حته في الرز، والجمبري هياخد سواه مع ايه مع الرز. اتاكد بس كده بالعين ان الرز كله وصل له الزيت ووصل له صلصه الطماطم، وبعدين اجيب الشوربه بنفس المعيار اللي حطيت. الرز المصري بياخد كوبايه، يعني كوبايه مي كوبايه ميه لكوبايه رز. طبعا هزود سنه صغيره بس كده، وهقلبه تقليبه واحده وانقله على عين تانيه. انا ظابط الملح عشان كده ما حطيتش ملح ولا فلفل، ظابط الملح في ايه هنا في الشوربه. هحتاج بقى ايه سريعا كده، انا قفلت كل حاجه، يعني على فرن الكهرباء بنتكلم في درجه حراره، نخليه على درجه واحد. لو في البيت نحط نخلي النار على اقل حاجه. استاذه هدى اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا يا فندم. بقول لحضرتك، هل ممكن يتعمل ببصل بدل الثوم؟ اه طبعا يا فندم. يديله لون؟ يديله لون. لا البصل هيخليه غمق، يعني هيخليه يبقى بني مش احمر. بحب الصلصه يعني. اعمليه بالبصل بدل الصلصه. اعمليه بالبصل بس قرصي شويه على البصل علشان بصل وثوم. مفيش مشكله خالص، بصل وثوم ينفع طبعا. أوكي. بس زودي السوا شويه على البصل علشان ياخد لون، لان لو البصل ما خدش لون مش حي، يعني قصدي قرصي عليه جامد يعني يقرب من هو قرب يتحرق زي الصياديه كده. تمام، ميرسي لاتصالك يا فندم. طيب نقول مكونات الكاليماري المحشي بسرعه. كاليماري قماع بتجيبوه من اي موجود في اغلب السوبر ماركت وعند بتوع السمك، بس حاولوا تطلبوه قبليها بشويه لان مبقاش موجود كتير. كوسه، جزر، طماطم، كمون، ثوم، فلفل حار، بصل، صلصه طماطم، وصويا صوص. صويا صوص انا بستعملها بدل الملح، بحاول ابعد عن الملح على قد ما اقدر. كل اللي انا هعمله هسوي الخضار ثلاث ارباع سوا، وهجهز طاسه فيها زيت. استاذ احمد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا اهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت عايز اعرف احسن طريقه لتخزين الجمبري. حاضر يا فندم، ميرسي جدا لاتصالك. احسن طريقه لتخزين الجمبري الفريزر، يعني الموضوع سهل قوي بسيط. هحط بقى طاسه على النار. محتاج طاسه دي كويسه. استاذه نهى اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيف. ايوه يا فندم، ممكن تعلي صوت حضرتك شويه مش سامع. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك يا فندم؟ كنت عايزه من حضرتك شوربه السمك بالتفصيل لو سمحت. حاضر يا فندم، هنزلها لحضرتك حالا على الـ على الـ على الشاشه وهقولها لحضرتك برضو بسرعه. شوربه البصل، شوربه السمك. لو عايزين لونها احمر، زيت، بصل، ثوم، كل المكونات اللي موجوده عندنا اللي هي السي فود، المكونات البحريه اللي موجوده عندنا، وبعد كده نحط صلصه الطماطم نقلبها كويس، نحط معاها خضار لو عايزين، ونبتدي نزود عليها الشوربه. كده شوربه السي فود قدام حضرتك يا فندم. المكونات، محتاج زيت، حبه كويسين كده علشان تبقى العمليه مظبوطه، بصل وثوم. طبعا دي ألذ حاجه بقى تتعمل علشان لو في حد في البيت او بالذات الاولاد الصغيرين ما بيحبوش الخضار، نقدر نحشي الكاليماري بالخضار وياكلوه يبقى شكله حلو قوي. ممكن يتعمل ونخليه ليه صوص احمر، وممكن نعمله بس كده زي ما انا هعمله النهارده
في كل الحالات هيبقى ان شاء الله طعمه كويس. هاخد نص جزرايه. نقدر بقى نحط كرنب احمر، نحط اي نوع خضار موجود عندنا نقدر نستعمله في الاكله دي. نحاول بقى نقطعه رفيع شويه على قد ما نقدر. كده. ونسوي الخضار ده نقول ايه؟ يعني 3 ارباع تسويه علشان نقدر نحشي الكاليماري. لما هنيجي لحته الكاليماري عايز اوري حضراتكم برضو حاجه مهمه جدا في الكاليماري ناس كتيره ما بتاخدش بالها منها. طبعا الناس اللي بتبقى عايشه على السواحل يعني في الوجه البحري بيبقوا بياخدوا بالهم من الموضوع ده، زي ما بنقول عليه كده العمود الفقري بتاع الكاليماري. هوري لحضراتكم بس اقطع الخضار علشان نبقى جاهزين. انا دلوقتي عندي بس اربع قطع كاليماري. طبعا لو عندكم العزومه او عندكم الاكله العدد اكبر يعني كل واحد نقول هياكل 2 تقريبا. خلي الكوسه بعيد عن الجزر علشان الجزر بيستوي اسرع كتير من الكوسه، اسف الجزر بيستوي ابطا من الكوسه، فهحتاج ان انا هطلعه كويس قوي. الزيت سخن، هحط البصل وهحط معاه الجزر على طول علشان اكسب وقت. الكوسة والطماطم هيبقوا آخر حاجة لأن هما من الخضروات الطرية شوية أو الضعيفة شوية ما بتاخدش وقت في السوى. الفلفل الحار لو حطينا الفلفل بدري بيفقد شوية من السبايسي اللي فيه، لو حطيناه متأخر بيفضل لسه ماسك نفسه. أنا قلت مش هستعمل ملح، هستعمل صويا صوص. استاذ رفائيل اهلا وسهلا. الو، الظاهر الخط قطع، يا ريت تتصل تاني من فضلك. يعني هو انا هزود فيه الحراق شويه لان في حد طالب مني من زمايلي ان هو يبقى حراق، فهزود الحراق سنه زي ما حضراتكم تحبوا. عايزين تحطوا ملح ماشي، بس انا بفضل الصويا لان يعني الملح الكتير مش من الحاجات المفيده قوي. استاذه ساميه اهلا وسهلا. الو استاذه ساميه، غالبا الخط قطع تاني. وطماطمايه، طبعا انا مش هستعمل كل الخضار اللي عندي لان كميه الكاليماري مش كتير، فايه هستعمل بس اللي يكفي. مدام زينب اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، يعني احنا بصراحه يعني مبسوطين بيك جدا. ربنا يخليك، وانا مبسوط ان انا بقدر اكلم حضرتك والله يا فندم. الله يخليك، بس انا اول مره اشوف كاليماري يتحشي خضار، احنا بنحشي رز. ممكن رز، ممكن خضار، ممكن جمبري رز، ممكن اي حاجه. انا بعمله بالخضار علشان الاولاد الصغيرين اللي ما بياكلوش خضار يبقى عندهم فرصه ان هم او يعني نقدر ناكلهم الحاجه اللي احنا عاوزينها من غير ما يبقوا متضايقين منها. يعني حاجه مفيده. حضرتك هتسلقه ولا هتقليه بقى؟ لا هحمره في الزيت. هحمره في الزيت بس. خلاص. هتحبي اقول لحضرتك على اي حاجه يا فندم؟ لا شكرا، ربنا يخليك. ميرسي لاتصالك يا مدام زينب جدا. معلقه صلصه يعني اختياري، تقدروا تحطوا صلصه تقدروا ما تحطوهاش. هحط كمون وهحط فلفل اسود. هقلب كده. وايه استاذه بسنت اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. إيه لو سمحت انا كنت عايزه اعرف إيه شوربه السمك. شوربه سي فود لونها احمر ولا ابيض؟ لا مش السي فود، السمك بس. السمك بس يعني حضرتك عايزه تعملي مرقه علشان تطبخي بيها حاجه تانية؟ لا عايزه اشربها بس تبقى شوربه سمك بس. ايوه بالهنا والشفا طبعا تشربيها، او لو عايزه تعملي بيها حاجه ثانيه بقصد ان انا يبقى عندي مرقه، يبقى عندي شوربه استعمل بيها، اعمل بيها رز، اعمل بيها اي حاجه انا عاوزها، بس ممكن برضو تعمليها ويبقى فيها سمك ويتاكل. ايوه بس انا عايزه اعرف انهي نوع سمك. اي نوع سمك؟
مفيش حاجه. اي نوع سمك ممكن يعمل شوربه؟ اي نوع سمك، بس عاده لما احط صويا صوص دلوقتي علشان الطعم. اي نوع سمك، بس يعني مش هنجيب قاروص نعمل بيه شوربه سمك، لان قاروص غالي جدا، فيفضل ان احنا ناكله. او لو عايزين نعمل شوربه بقى سمك سمك، نخلي فيها القاروص يبقى موجود، يعني يبقى سمكه القاروص هي الـ هي الـ هي البطل بتاع الشوربه يعني. ميرسي جدا لاتصالك. حضرتك هتجيبي من عند بتاع السمك الروس والظهر وسلسله الظهر يعني، وهنشوحها كويس قوي في زيت وبصل وثوم، حط معاها كرفس وجزر، ولو عايز تزودي خضار بقى بطاطس طماطم ايا كان، تشوح كل ده كويس قوي 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 قوي، وايه وبعدين يتحط فيها المايه العاديه. بعد كده هناخد المايه دي نصفيها، بقى عندنا شوربه السمك. ممكن بعد كده بشويه زيت وثوم نشوح السمك اللي احنا بقى عايزين نعمله شوربه، ونحطه في حله ونحط عليه الشوربه اللي احنا عاملينها من قبل كده، ويبقى بالف هنا وشفا كده. ده خلاص جاهز ان انا ابتدي احشي الكاليماري. طبعا يفضل ان احنا لما نيجي نحشي الكاليماري ده يبرد شويه، بس عاده الكاليماري جلده قوي فممكن يستحمل السخونيه شويه، غير مثلا لو بنعمل سبرينج رول بنعمل سمبوسك بتبقى اصعب شويه، لان بتبقى اضعف الورقه اللي بنشتغل بيها نفسها بتبقى اضعف شويه من الكاليماري. طيب عايز اوري حضراتكم بقى زي ما بنقول العمود الفقري. انا نظفت الباقيين وسبت واحده فيها بيطلع منها بلاستيكه، اهي بيطلع منها البلاستيكه دي، هي فعلا زي البلاستيك بالظبط، دي لازم تتشال علشان ما نلاقيش بلاستيك واحنا بناكل. استاذه اسراء اهلا وسهلا. الو 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 استاذه اسراء. ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بحب اكل حضرتك جدا. متشكر جدا يا فندم، متشكر جدا. تحب اقول لحضرتك على اي اكله؟ لا انا عايزه اقول اهداء. اتفضلي يا فندم. لخالد كل سنه وانت طيب. كل سنه وربنا يخليك ليا. كل سنه وانت طيب. ميرسي جدا لاتصالك يا فندم. طيب كل اللي فاضل لنا، طيب لو احنا دلوقتي شغالين ولقينا دي الفتحه بتاعت الكاليماري صغيره، مش لازم نقلق من اي حاجه خالص، كل اللي هنعمله هناخد بالسكينه كده علشان نوسعها شويه. دي كان ممكن بقى واحنا بنجهز في الاول نحطها مع الخضار اللي احنا بنعمله، بس انا كنت عايز اوري حضراتكم كل حاجه خطوه بخطوه. واحده واحده بقى كده وبصبر هنحشي الكاليماري. نفتكر كويس قوي، مش عاوزين نحشيه مش عايزين نملاه للاخر يعني، ما يبقاش يعني زي ما حضراتكم بتعملوا محشي، بس عشان الرز بينفش شويه فبنخلي دايما حبه صغيرين، حبه فراخ صغيرين، علشان بعد ما الرز ينفش ما ايه ما المحشي ما يفرقعش. وبالراحة بقى كده بخلة سنين. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. أيوة أستاذ أحمد. أيوة أحمد. أنت عندك كم سنة؟ أيوة عندي 10. إزيك يا أحمد، أخبارك إيه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. يا عم أنا كنت عايز بس جمبري بالخلطة. جمبري بالخلطة يعني مش مقلي؟ أه. حاضر يا أحمد، ميرسي أوي لاتصالك. جمبري بالخلطه، ممكن تجيب توم وليمون ومستردة، تخلط كل دول مع بعض في بوله، وبعد كده عندي النار سخنت قوي هنا، تخلط الكلام ده كله في بوله وتتبل فيه الجمبري حوالي ربع ساعه، وبعد كده تحطه في شويه زيت زيتون او زيت عادي في الطاسه، والف هنا وشفا. هي بس ايه محتاجه شويه صبر، ولو بقى الاولاد موجودين في البيت ممكن برضو يشاركوا ان هم يعني يحشوا الكاليماري. طبعا ده مش المفروض ان انا ارميه، ده اكيد هيستعمل في حاجه تانية. افتكروا بقى لما نعمل الاكل الكاليماري المحشي اسمه كاليماري قماع، وصوا عليه قبليها بشويه علشان ما بيبقاش موجود كتير، زيه زي الاخطبوط كده يعني، احنا بنوصي على الاخطبوط قبل ما نجيبه بشويه علشان يعني في صيادين يقول لك اصل مواسم، وفي ناس بتقول ما بنجيبوش كتير لانه ما بيطلبش، فيفضل ان انتوا توصوا عليه من قبليها. فاضل لي واحده احشيها وبعد كده يتحمر، ما بياخدش حاجه خالص في التحمير، بنتكلم في يعني
دقايق بسيطه قوي، ما تقرصوش عليه في التحمير علشان لو اتقرص عليه بينشف وبيبقى مش احلى حاجه. لو في اكبر من كده شويه يعني الكاليماري القماعه ده لو في اكبر من كده شويه برده هيبقى لذيذ قوي. لو حضراتكم خدت بالكم ان الكاليماري نفسه جلده مش زي الكاليماري التاني الكبير، جلد اللحمه بتاعته رقيقه جدا فعشان كده بياخدش وقت في السوا. عندي الزيت مولع، انا بحاول لما بنحط حاجه في الزيت كده بنهديه شويه، بالذات لو خس او كرنب. انا سبت زيت مولع من اول حلقه. استاذه نورهان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيف، معلش انا كنت عايز اسال على ازاي حضرتك طريقه الكلمية، شيف فتحه دلوقتي التلفزيون فيايت لو سمحت نزلها لي تاني. الايه يا فندم؟ طريقه الكلمية اللي انا بعمله ده؟ دلوقتي. حاضر حاضر. كمان اعرف ازاي حضرتك تختار الكاليماري عشان انا بشتري ساعات يطلع كبير قوي، يعني اختاره كبير ولا صغير؟ انا شايف حاجه تعمله صغير. طب انا قلت لحضرتك او بقول لحضرتك دايما حاولوا توصوا عليه الكاليماري القماع للاكله دي، وصوا عليه دايما قبل، يعني لو ناويين تعملوا الاكله وصوا عليه قبليها بكام يوم عشان تبقوا مطمئنين هو موجود عند بتاع السمك. اغسل ايدي. استاذ نادي انا مع حضرتك، معلش ثانيه واحده. الو الو. ايوه استاذ نادي، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. انا عايز اشكرك جدا على الصفات اللي بتعملها عشان يعني اكل السمك والحاجات اللي بتواكه البحر كلها هيه. عندي سؤال اولا. اتفضل. يا ريت تقول لنا عن فوائد كل يعني انواع السمك وانواع فوائد ايه يا فندم؟ انا ما سمعتش، انا اسف معلش. فوائد انواع السمك والسي فود عامه. هل الواحد، عشان انا بسمع دايما ان هو اضمن حاجه دلوقتي ناكلها هي الاسماك، بما ان اللحمه مش ضامنين مصدرها والفراخ مش ضامنين مصدرها، فيعني سمعت ان هو احسن حاجه صحيه وكمان اكثر حاجه لو كالوري. تمام. عاوزين يفيدنا بدوت. والحاجه الثانيه لو ممكن اطلب برضه طبعا يا فندم، اتفضل. وصفه طاجن الكلاماري. حاضر يا فندم، وميرسي جدا لاتصال حضرتك. ميرسي يا استاذ نادي لاتصالك جدا. بالنسبة لفوائد السمك، أنا هعمل حلقة مخصوص عن الموضوع ده كله، عن فوائد السمك. معلش الدنيا ولعت. طاجن الكاليماري بتنقي حضرتك الخضار اللي أنت عاوزه بتفضله يعني، وبعد كده بتسويه كله كويس قوي في طاسة على النار، وبعدين تحطه معاك الكاليماري وتسخن الفرن وتجهز كل حاجة وتحطها في يعني زيت، بصل، ثوم، خضار، فلفل الوان، طماطم، كلماري، صلصه طماطم، كل ده بيتسوى كويس في طاسه، وبعد كده بيتنقل للطاجن ويدخل الفرن، وقبل ما يطلع يعني نسيبه مثلا ثلث ساعه 25 دقيقه، وقبل ما يطلع بنحط عليه جبنه موزاريلا من فوق ونشغل الشوايه ونسيبه حوالي 5 دقائق. بالنسبه لفوائد الاسماك هنعمل حلقه كلها ازاي نختار السمك وازاي وايه فوائده يعني. بس طبعا في بيبقى في معلومات لازم نجيبها دقيقه جدا عشان نبقى عارفين الكالوريز قد ايه والحاجات دي كلها. اول لما هنجمع كل الكلام ده هنجهز حلقه عن الكلام ده كله. طبعا الرز قدامه لسه شويه، فانا مجهز طبق رز طبق رز احمر بالجمبري من قبل الحلقه. والكاليماري زي ما قلت لحضراتكم ما بياخدش وقت خالص، بالذات القماع الصغير ده لانه لحمته صغيره جدا، يعني لحمته رقيقه فما بتاخدش وقت خالص. لو لقينا بقى واحنا لان ده بيحصل ان في واحده من الكاليماري اتنفخت، فممكن بالخله هطلع منها الكلام ده علشان ممكن تفرقع، فنخلينا ايه نديها خرم كده بخله السنان بس عشان نبقى مطمنين ان مفيش حاجه هتضرب في وشنا. انا قلبته مرتين ودي ثالث مره عشان اتاكد ان كله اخد اللون اللي انا عايزه. عايزين بقى تزودوا وتعملوا له صلصه حمراء ماشي، جبنه ماشي، اي حاجه يعني اي حاجه عايزين بقى يعني جبنه بارميجان مثلا تحط عليه. انا هاخد مثلا شويه بقدونس دلوقتي احطهم على الوش. عايز المقص. بقدونس شبت اللي موجود عندنا بس عشان ايه؟ طبعا البقدونس والشبت بيدوا طعم حلو جدا وبيدوا شكل كويس قوي للطبق. يعني ممكن
نحط شوية بقدونس كده، وممكن ناخد بس اكتر من كده انا مش عايز. طبعا نفتكر ونشيل الخل قبل ما ناكل. هو مش هيشرب زيت خالص، فما نقلقش ان احنا نطلعه على ورق مناديل. دي لسه فيها شويه، ممكن ناخد شويه شبت. بس ده من فوق. لو عايزين بقى تزودوا جبنه بارميجان، تزودوا اي حاجه من الحاجات دي على طول وهو سخن كده، بيفرق جامد قوي، لان الجبنه هتسيح وهيبقى طعمها مظبوط. اخر واحده، نطفي النار يعني من بعيد كده علشان يبقى خفيف خفيف كده. جميل جدا كده. كلماري، اقماع محشي خضار، رز احمر بالجمبري. الف هنا وشفا، واشوفكم حلقه جديده. باي باي.